بسم الله والصلاة والسلام رسول الله. اليوم بإذن الله سوف نتعرف على درس جديد وهو الانعكاس. طيب، يقول المنع الانعكاس هو تحويل هندسي يقلب الشكل حول مستقيم يسمى محور الانعكاس. طيب تعالي، أول شيء يقول لك، أول نقطة تقول لك إذا كانت النقطة واقعة على نفس محور الانعكاس، يعني اللون اللي بالأحمر هذا، الخط اللي بالأحمر هذا يسمى محور الانعكاس. إذا كانت النقطة بالضبط على خط محور الانعكاس، صورتها أيضا راح تكون على نفس الخط. يعني لو جيتي الحين للأي، هذه صورتها نفسها بالضبط، أي شرطة على نفس المحور يا بنات، خلاص. طيب إذا كانت النقطة تبعد، يقولك إذا كانت النقطة غير واقعة على محور الانعكاس تبعد، يعني مثلا الأي هذه الأصلية، فالأي شرطة نفس المسافة ونفس البعد بالضبط، فهذه تعتبر صورتها اللي هي أي شرطة. طيب تعال نطبق الكلام هذا في مثال واحد. يقولك رسم مضلع بالانعكاس حول مستقيم. أعطيتك أنا المضلع وأعطيتك المحور الانعكاس اللي هو كي. طيب شلون أنت ترسمين الشكل الانعكاس له؟ أول شيء ترسمين خط عمودي على محور الانعكاس اللي بالأحمر هذا. طيب بعد ما ترسمين الخط العمودي اللي هو بالأسود هذا المتقطع، تأكدين أنه عمودي. طيب تقيسين المسافة ما بين النقطة سي إلين محور الانعكاس. إذا كان نفترض مثلا أن طولها واحد، نفس المسافة هذه بالضبط تحت تقولين واحد، وتحددين النقطة هذه السي، هذه تعتبر السي شرطة، وتكملين على الباقي. طيب تعالي المثال اثنين، مثال مواقع الحياة. يقول لك ان عندك احمد وصديقه علي في السيارة، ذهبوا للتسوق، يبون يوقفون السيارة بحيث انه يكون المتجر، واحد فيهم يبي المتجر بي وواحد يبي المتجر جي. طيب جي، يبون يوقفون مسافة، هذا الباركينج اللي بالأبيض هذا اللي هو موقف السيارات، يبون يوقفون السيارة بحيث أن تكون المسافة قريبة ما بين المتجر بي والمتجر جي. طيب أول شيء ترسمين صورة الانعكاس، الانعكاس النقطة بي، خلاص المتجر بي، المتجر بي هذا عاملي كأنه نقطة. طيب شوفي هنا رسمنا أول شيء بنات الانعكاس للنقطة B. طبعا انتم عارفين ان احنا نرسم خط مستقيم ونقيس المسافة ما بين النقطة B الين الموقع اللي هو محور الانعكاس اللي هو S هنا. طيب نفترض مثلا ان هنا طوله 2، طيب نرسم خط بالضبط من محور الانعكاس الين الصورة 2 واقول هذه ال B شرطة. طيب بعد ما رسمت حددت ال B شرطة، اوصل ما بين ال B شرطة الين ال G المتجر الثاني، خلاص بخط مستقيم. طيب شفتي تقاطعهم، وأوصل أيضا بخط مستقيم ما بين البي والبي، خلاص تقاطعهم هنا هذا راح يكون مكان السيارة. طيب تعالي هنا رسم صورة بالانعكاس حول مستقيم أفقي أو رأسي. أفقي مثلا زي الأكس سالب 4، أو رأسي مثلا الواي يساوي سالب 2. طيب تعالي أول شيء قلنا مثل بيانيا المثلث الذي إحداثيات رؤوسه أعطيتك إياها. أول شيء مثل المثلث الأصلي، خلاص المثلث الأصلي هذا هو بالأزرق مثلناه إنه النقطة L K J. طيب مثلنا، بعد ما مثلنا قلت أبي انعكاسه حول المحور سالب 4. طيب سالب 4 X يساوي سالب 4، لاحظي إني أنا قلت على المحور X. طيب هذا هو المحور X اللي هو الأفقي، سالب 4 هنا. طيب رسمنا المحور الانعكاس اللي هو بالأحمر. طيب نجي الحين للنقاط. النقاط هنا تحديدها إذا كان عندك محور جدا بسيطة، مثلا تعالي الجي تقع على الخط هذا، صح؟ يلا عندي كم مربع؟ 1 2 3 4، 4 مربعات، صح؟ يلا الجهة الثانية 1 على نفس الخط، 1 2 3 4، وتحددين هذه الجي شرطة. طيب الكي عن تبعد عن محور الانعكاس 1 2 مربعين، صح؟ نهاية المربع الثاني. هنا نفس الشيء 1 2 مربع، نهاية المربع الثاني الكي شرطة. طيب تعالي نجي للال. الال لو تلاحظين انها داخلة على الجهة الثانية. طيب داخلة على الجهة الثانية بكم؟ على محور الانعكاس 1 2، صح؟ خلاص اذا الشرطة حقتها، الصورة حقتها 1 2، نهايتها نفسها هذه الال شرطة. وأيضا الواي نفس الشيء، نرسم المحور عفوا المثلث الأصلي رسمناه هذا هو بالأزرق، بعدين نرسم محور الانعكاس، ثاني خطوة محور الانعكاس اللي هو واي تساوي 2، هذا هو واي اللي هو رأسي يساوي 2، هذا هو محور الانعكاس رسمناه باللون الأحمر، هذا هو يا بنات اللي باللون الأحمر. طيب نجي نشوف
ال L تبعد عن محور الانعكاس نقطة واحدة، الأصل صورتها إذا تبعد أيضا نقطة واحدة، مربع واحد. طيب نجي الحين نعد للكي، هذه الكي على نفس الخط هذا. طيب يلا عدي، تبعد عن محور الانعكاس كم مربع؟ واحد اثنين ثلاثة، في نهاية المربع الثالث. إذا فوق نفس الشيء، واحد اثنين ثلاثة، خلاص هذه الكي شرطة. والجي تبعد أيضا مربع واحد، الجي الأصل، إذا الجي شرطة أيضا تبعد مربع واحد، خلاص. طيب نجي الحين المفهوم، لخص لي إياه هنا، هذا ملخص المفهوم كامل للثلاثة اللي أنا عديتها فوق، بس برجع أشرح الأمثلة. طيب يقول إن انعكاس حول محور إكس، شو نقول إذا جاني الانعكاس حول محور إكس؟ طلبت منك، ما أعطيتك رقم، بس قلت ارسمي لي الانعكاس حول محور إكس. طيب أول ما تشوفين انعكاس حول محور إكس، على طول تروحين تقلبين عشان ترسمين الصورة، تقلبين إشارة الواي، تعكسينها، إذا كانت موجب نضعها سالب، وإذا كانت سالب نضعها موجب. يعني نفترض مثلا أنا أعطيتك النقطة مثلا A 2 و خلنا نقول 3. طيب الصورة حقتها الـ A شرطة، لما أطلب منك انعكاس حول محور X راح تكون A شرطة تساوي الـ X نفسها، مين حول محور X؟ نغير الـ Y، إذا طلبت الانعكاس حول محور X نغير إشارة الـ Y، إشارة الـ Y هنا لو نلاحظ أنها موجبة بتصير سالب 3، خلاص. وبكذا أكون أنا أوجدت الانعكاس ورسمتها. نجي للانعكاس حول محور الـ Y، إذا قلت انعكاس حول محور واي نقلب إشارة مين؟ نقلب إشارة الإكس. نفترض أن كان عندي النقطة بي مثلا واحد واثنين، خلاص واحد واثنين، قلت لك أعطيني انعكاسها حول محور واي. طيب نقلب على طول إشارة مين؟ الإكس، ممتاز، سالب واحد واثنين. طيب نجي للانعكاس حول المحور المستقيم اللي هو واي تساوي إكس، إذا قلت واي تساوي إكس بدلي بين الأرقام. يعني مثلا نفترض أن أعطيتك النقطة سي وقلت لك الزوج المرتب حقها 5 و4، إذا صورتها سي شرطة راح تكون 4 و5، خلاص. لو نلاحظ أني بدلت بين الرقمين هنا، بدلت الأربعة حطيتها مكان 5 والخمسة حطيتها مكان 4. طيب إذا هذا الانعكاس حول محور إكس نقلب إشارة الواي، انعكاس حول محور الواي نقلب إشارة الإكس، انعكاس حول محور واي يساوي إكس نبدل بين الرقمين. طيب تعالي ناخذ أمثلة، هنا قال لي ارسمي حول الانعكاس حول محور مين؟ حول محور إكس. أول خطوة نرسم المثلث الأصلي، هذا هو في السؤال أعطاني رؤوسه. طيب نبدأ الآن، أخذ النقطة A وأحولها عشان أرسم. يلا النقطة A هي سالب، طبعا حنا إذا قلنا محور انعكاس حول محور X نقلب إشارة مين؟ ممتاز، نقلب إشارة الواي، شوفوا هنا القاعدة، نقلب إشارة الواي، فهنا الثلاثة إشارتها موجبة راح تكون سالبة، الصفر ما عنده إشارة فراح ينزل زي ما هو، اثنين إشارتها موجبة راح تكون سالبة، وبكذا صارت عندي الانعكاسات الجديدة أرسمها على طول. تعالي نجي البي، يقول إن بالانعكاس حول محور Y، إذا كان الانعكاس حول محور Y نقلب إشارة مين؟ أحسنتي، نقلب إشارة الإكس. طيب الإكس هنا إشارتها سالب راح تجي بموجب هنا أيضا، والواحد ينزل زي ما هو. طبعا الواي هنا إذا قلنا انعكاس حول محور واي، الواي يبقى زي ما هو ينزل، شوفيها هنا واحد ثلاثة سالب واحد سالب ثلاثة، كلها نزلناها واحد ثلاثة سالب واحد سالب ثلاثة، مين اشتغلنا عليه؟ اشتغلنا على الإكس فقط. هنا كانت سالب أربعة صارت موجب أربعة، هنا اثنين صارت سالب اثنين، هنا اثنين صارت برضو سالب اثنين، آخر شيء سالب أربعة قلبناها الموجب أربعة، وبعدين رسمنا. نجي لآخر مثال اللي هو بالانعكاس حول محور واي يساوي إكس، وش قلنا إذا كان واي يساوي إكس؟ ممتاز، نبدل فقط الأرقام، إذا كانت الإكس والواي أبيلهم انعكاس أقول الواي يساوي الواي والإكس الزوج الآخر، يعني هنا اثنين واثنين راح يكون نفسه الصورة. هنا الكي 4 و1 راح تصير 1 و4 الصورة، هنا 3 وسالب 3 راح تصير سالب 3 و3، هنا 0 وسالب 4 راح تصير 0 و4، وبكذا يكون خلص درسنا.